الدكتوره ميرفت الديب رئيس مجلس امناء وحده شهاده النيل الدوليه. دكتوره ميرفت مساء الخير. مساء النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم ونعلك بخير. الحمد لله وحضرتك طيب يا فندم والساده المستمعين. دكتوره ميرفت اطلعيني على يعني ماذا دار في الحوار مع سياده الرئيس اليوم. هو يا فندم زي ما حضرتك عارف انا عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر عن التعليم ما قبل الجامعي. في 2014 سيادة رئيس الجمهورية كلفني بملف إصلاح مسار مشروع مدارس النيل المصرية، وحضرتك تعرف المشروع ده زيه زي مشروعات كتير في مصر تضررت في الفترة الزمنية دي جدا. صحيح. المشروع كان تابع، هو تابع لرئاسة لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء. استدام العمل بشكل يعني مكثف جدا على مدار 5 سنين ونص، ولذلك النهارده كان التوقيت المناسب لعرض الانجازات وتقدم الاعمال وما تم فعلا في مسار هذا المشروع والاستفاده التي ممكن تعود على الدوله المصريه منه. تم العرض على سيادة الرئيس، والحقيقة أحب أقول أنه مصر من خلال الجهود دي يعني الحقيقة أنا وزملائي في فريق العمل يعني غيرنا مسار المشروع تماما وأوقفنا نزيفه يعني لو استخدمنا بالضبط التعبيرات اللي استخدمها السيد الرئيس يوم ما كلفني بالملف. وأصبحت مصر دلوقتي احنا حولنا مساره يا فندم إلى مسار يعني مؤسسي، وهناك مكتسبات مهمة جدا للدولة المصرية، وحفاظنا على الاستثمارات اللي ضخت في هذا المشروع من 2009 لغاية النهاردة، وهي استثمارات ضخمة، فالحمد لله أن ربنا وفقنا في الحفاظ على هذه الاستثمارات لمصر، ونجحنا في أنه ننشئ شهادة مصرية دولية كأول شهادة مصرية معترف بها عالميا، نظام تعليمي متكامل من أول مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، في إنجازات ضخمة ومهمة جدا. فالنهاردة كنا بنعرضها على سيادة الرئيس وبنشوف كيفية الاستفادة منها لتطوير أو في جهود التطوير لقطاع التعليم. كان في تكليفات من السيد الرئيس للمجموعة والحضور جديدة أم متابعة لما تم الاتفاق عليه فيما مضى؟ لا هي فعلا كانت متابعة، وفي تكليفات يعني فيما يخص بقى تطوير يعني التوجه المؤسسي كيف سيتم الاستفادة من هذه الشهادة الجديدة، وفي يعني في خلال غضون أسبوع بإذن الله يحصل اجتماع آخر بإذن الله. دكتورة ميرفت الديب أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة.